أثر علينا جميعا، يعني صحيح كلنا صحيح تأثرنا بهذا صحيح الحادث وبهذه الواقعة أو الفجعة الأليمة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم، ولعل هذا اختيار الله سبحانه وتعالى لهم، ولعل اختيار الله سبحانه وتعالى دائما يكون هو الأفضل من اختيار البشر. يعني ربنا سبحانه أكيد وتعالى هو يختار طبعا في للإنسان طول حاجة الوقت هو بأفضل. الأفضل من اختيار البشر. نعم، فهذا هو اختيار الله سبحانه وتعالى، وهذه أعمار وأجال، وهذه الأعمار والأجال مكتوبة، وهذا المكان هو الذي حدد في الصحائف أن تقبض الروح في هذا في المكان، اللحظة دي في اللحظة دي ده وفي صحيح المكان ده، طبعا فهو ده مكتوب. يعني قد يموت الإنسان، قد يكون الأمر لملك الموت أن يقبض روح فلان ما بين السماء والأرض، أو يكون الأمر أن يقبض روحه في البحر، أو يكون الأمر أن يقبض روحه وهو على سريره، يعني هذا أمر من الله سبحانه وتعالى وهذا ترتيب إلهي. لكن المهم إزاي الواحد يستفيد من مثل هذه الأحداث، أيوة. إزاي الإنسان يتفكر أن يستفيد من المواقف اللي وعرف زي ان دي. الموت مش بعيد ده هي لا في لحظة أبدا، نعم، في أي مكان. ما هو الحاجة الوحيدة اللي احنا مش عارفينها أو مش مكتوب للإنسان أو ما فيش أي علامة عليه، الموت ما فيش له أي علامات خالص بأي صورة من الصور، يعني لا المريض لا المرض علامة على الموت، فكم من مريض عاش، لا يعني عاش حين من الدهر، وكم من صحيح مات لا من علة، يعني فجأة ممكن واحد يبقى سليم وساق سليم تمام ويجي ينام يقوم يلاقوه ميت، وهكذا، ويحدث هذا كثيرا. إذا هذه مسألة الحياة أو مسألة الموت إنما هي تقديرها بيد الله سبحانه وتعالى، والأموات والأنفاس بيد الله تبارك وتعالى. وشوفي الله سبحانه وتعالى حتى قدر الإنسان عدد الأنفاس، عدد ذرات الأنفاس، عدد ذرات الهواء اللي الواحد بيتنفسها، عدد قطرات الماء اللي الواحد بيشربها. ولذلك حتى يأتي للإنسان عند موته ملك الرياح فيقول لو طفت المشارق والمغرب فلم أجد لك ذرة هواء تتنفسها، خلاص النفس ولا بيتوقف، لقمة عيش ولا رزق ولا أي حاجة ولا خالص، رزق، ولا أجد لك لقمة عيش ولا لقمة ولا نقطة ماء ولا غيره، كل ذلك لا يوجد للإنسان. إذا إحنا بنمضي وإحنا بنمضي إنما نحن نسير إلى الله تبارك وتعالى. لو الواحد فهم المفهوم ده وفهم إن هو من ساعة ما اتولد ونزل من بطن أمه وهو لا زال يهدم في عمره، يعني كل يوم بينزل حاجة من عمره، ولو الإنسان فهم إن أنت ليك خط واحد ماشي فيه وفي آخر الخط ده أنت رايح للموت، فالموت ما بيروحش لحد أبدا خالص، إحنا اللي بنروح، أنت اللي رايح له، إحنا اللي بنروح له، إحنا عارفين الخط آخره فين والموت واقف فينا حتة، وإحنا ماشيين في نفس اتجاهه ولا بنروح يمين ولا شمال. كده هو إحنا الحياة دي عاملة زي القطر بالظبط. نعم. اللي كلنا راكبين فيه كل واحد بينزل في محطته بالزبط. والقطر يكمل بالباقي. بالظبط، نعم، فسبحان الله، يعني ربنا هي يكتب لك الحياه اللي مستمره، لكن انت اللي بتروح لغايه الموت، مكان الموت واقف مستنيك في حته معينه بتروح له، ومستنيك بقى في السماء، مستنيك في الارض، مستنيك في الطياره، مستنيك في البحر، مستنيك مكان ما مستنيك، انت اللي بتروح للموت. فعشان كده كان مهم الانسان يحط في قراره نفسه، او دايما كل انسان يبقى عارف تماما ان لازم يكون عنده تجديد لحسن النيه.